مدير تربية التعليم الدكتور طارق شوقي. معالي الوزير، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. يعني انا امبارح قلت ان حضرتك ماسك سيف اتمنى يكون من حديد وليس من خشب، فانا قلبي وعقلي معك. والله نشكرك على هذا، بس الامور ماشيه الحمد لله. طيب، اول مره يطلع تصريح من الوزاره على حد علمي بانه سيتم اغلاق جميع مدارس الدروس الخصوصيه خلال شهرين، مع انه الدروس دي موجوده طول عمرها. هل ده نتيجه السنتر اللي شفناه في اسكندريه، هذا المدرس اللي احنا سميناه ارهابي في ايذائه للطلبه، هل ده نتيجه ام ده كان مخطط من بدري وفق يعني المنهج او التغيير اللي حضرتك بتعمله في التربيه والتعليم؟ لا، هو كان مخطط، بس طبعا وجود حوادث من هذا النوع ساعدنا على تطبيق الخطه بشكل اسرع شويه، لانه فهم ناس كتير ان المساله اصبحت خطر، وان في ناس غير مرخصه وناس مفصوله من الوزاره وبتمارس هذه الاعمال. يعني بنحاول نقول لهم انتوا بتودوا ولادكم لناس غير مؤتمنه، فلازم بس نتحقق هو مين اللي فاتح السنتر، وهل ده مرخص، هل ده معلم اصلا بندفع. طب لا، لحظه معالي الوزير، هل في سنتر مرخص؟ لا، انا بتكلم على اللي بيدرس جواه، اللي بيدرس جواه معهوش شهاده تربويه كمان. يعني لكن السنتر كسنتر غير مرخص، ده جريمه يعني في حد علمي. كل ده زي اللي بيفتح عياده وهو مش دكتور. تمام. طيب، يعني اليات التي ستتم اتخاذها من اجل اغلاق هذه المراكز، يعني في ضبطيه قضائيه، في قانون، في ايه التفاصيل؟ هو حاليا في ضبطيه قضائيه، والنهارده عملنا يعني حفله كبيره، وانا اصلي بكلم حضرتك من بره مصر حاليا، مع السيد الرئيس في المانيا. انا عارف، انا اسف، يعني انا عارف ان حضرتك النهارده حصل يعني حمله كبيره جدا، واحنا سعداء بيها، وزملائي بعتوا لي الافلام. لا، الضبطيه القضائيه الحاليه قاصره، احنا عاوزين نعمل قانون جديد لتجريم الدروس وتنظيم العمل بتاع المعلمين وايجاد بدائل لاولياء الامور كمان. رائع ده. طيب، بما ان حضرتك في المانيا، عايز اعرف، انا مهتم قوي بالتعليم الفني، وانا عارف ان حضرتك مهتم بهذا الملف، والمانيا رائده وكان ليها الحقيقه ايادي بيضاء في موضوع التعليم الفني في مصر. يعني احدث حاجه وصلت لها في الاتفاقات من اجل يعني وجود تعاون بين مصر والمانيا في التعليم الفني. والله حضرتك لو تذكر في مؤتمر الشباب الاخير اللي هو السادس، السيد الرئيس كلفنا بحاجتين، ان احنا نعمل هيئه جوده، هيئه لضمان جوده التعليم الفني، واكاديميه لتدريب معلمي التدريب الفني. والحاجتين دول ان شاء الله نعملهم مع الجانب الالماني نظرا لخبرته في المجال ده، خصوصا في مجال التعليم المزدوج والتعليم الفني بصفه عامه. وبنمضي معاهم بالحروف الاولى بكره ان شاء الله. ايه ابرز البنود في هذه الاتفاقيه بين مصر والمانيا؟ يعني في خبراتها تجيلنا، في لوجستيات، في كذا، في لا، ده هنعمل هيئه جوده قوميه لجوده التعليم الفني، بحيث الخريج بتاعنا من هذه المدارس اللي جودتها بتعتمد من الهيئه الجديده دي يقدر يشتغل في المانيا بدون اي دراسه اضافيه. يعني نتاكد ان جوده الخريج زيه زي اللي بيتخرج في المانيا بالظبط، وده يعني يبقى طفره كبيره جدا. وبعدين تدريب المعلمين ده على المناهج، هنعمل معاهم مناهج للتعليم الفني، هنحاول يعني ناخد منهم المعرفه نفسها، مش نشتري اجهزه زي زمان او دورات تدريبيه كده يعني ما بتؤديش لهدف موحد. ده حاجه على مستوى قومي بنحاول نعمل بيها طفره في التعليم الفني زي اللي بنحاول نعملها في التعليم العالي. طيب، معالي الوزير، انا عارف انه نسبه التعليم الفني في المانيا من اكبر النسب في منظومه التعليم في العالم، هي نسبتهم كام؟ يعني التعليم الفني امام التعليم التقليدي نسبته كام؟ يعني انا قبل شويه، ما هو رقم كبير، هو بين 60 و70% من الخريجين بيدخلوا تعليم فني. طيب، هل ممكن ان نصل لهذا المستوى يوما ما؟ احنا النهارده الرقم مش قليل، احنا بعد الاعداديه، بعد تنسيق الاعداديه، بيبقى حوالي 53% بيخشوا فني و47 بيخشوا تعليم عام، اللي هم بيروحوا الجامعه، والجامعه طبعا عليها ضغط كبير جدا. بلد شهادات يا معالي الوزير، احنا عايزين نلغي الجمله دي. عايزين نلغيها، وده واضح ان احنا بنحاول كلنا، وبنتعاون مع التعليم العالي كمان. احنا عم نعمل مدارس تكنولوجيا تطبيقيه، وفي في الجامعه بيعملوا كليات التكنولوجيا التطبيقية، عشان يبقى في مسار مفيد يؤدي لسوق العمل.
واقعي، مش بقى شهادات وبعدين ما نلاقيش بيها شغل بالزبط. لمجرد يعني الحصول عليها. ربط التعليم بالعمل. طيب موضوع التابلت اتأجل يا معالي الوزير؟ لا اطلاقا، بالعكس ده يعني ان شاء الله هتشوف حضرتك في مؤتمر الشباب اللي هو بعد ايام. نعم. يعني لقطة كده من المحتوى اللي هيبقى موجود عليها. احنا ان شاء الله 15 نوفمبر زي ما قلنا هيبقى عندنا يعني اكتر من 70% من الكمية المتعاقد عليها، وهنبتدي توزيعها في النص التاني من نوفمبر. طيب اخر سؤال حضرتك، يعني حضرتك قلت جملة اتخذت او فهمت خطأ، حضرتك قلت انه منهج التغيير الجديد في التعليم لا يناسب الفصول الحالية، ماذا كنت تقصد بهذه الجملة؟ لا الجملة دي مجتزأة من حديث طويل. يعني احنا بنقول ان احنا ملمين بالمشاكل بتاعت النظام التعليمي اللي على الارض، سواء البنية التحتية او قصور في البنية التحتية او الكثافات او الاحتياج لمعلمين، في عجز وزيادة في المعلمين. بنقول ان احنا عارفين كل ده وبنطبق فلسفة جديدة، بنحاول ننتشر النظام مما هو فيه على ارضية مش بنشتغل على ورقة بيضاء يعني. يعني بنحاول نطبق افكار جديده على بنيه قديمه متهالكه، وبنحاول نشرح ان احنا فاهمين ده عشان الناس تصبر معانا وما تعتقدش ان احنا هندوس على زرار كده هنتحول فجاه الى صحيح او سنغافوره. صحيح. ده نوع من التعبير عن ادراكنا للحقيقه. طيب المدارس التجريبيه في مصر في شكاوى كتير منها، وانا اعتقد انه حسب منهج التغيير اللي حضرتك عامله المدارس التجريبيه ممكن بقاش يعني مش داخله من ضمن المنظومه قوي. تعقيب حضرتك. لا لا والله المدارس التجريبيه عليها اقبال كبير جدا، واحنا ناويين نتوسع فيها كمان. اللي حضرتك بتشير اليه نوع من سوء الفهم عند بعض اولياء الامور، لما عملنا التغيير في النظام هيحصل ايه في تدريس اللغات؟ فتدريس اللغات متصمم متبرمج في النظام الجديد بشكل مختلف عن القديم. جه عند البعض اعتقاد ان احنا هنغير تعليم اللغات، اتلخبطوا يعني هنديها حاجات كده. بالعكس خالص، احنا مدينهم جرعه من اللغات عاليه جدا في المدارس التجريبي، فان شاء الله هتبقى احسن مما كانت عليه كمان. تمام. البشرة اللي هتيجي يعني قول لنا بشرة كده هترجع بيها من المانيا للمصريين في المدارس. في المدارس لا احنا يعني ان شاء الله الترم الثاني المدارس التجريبيه هتشوف مستوى اعلى من اللغه الانجليزيه زي ما كانوا بيطلبوا، هيبقى عندهم حاجه اللي هي اسمها الهاي ليفل اللي كانوا خايفين منه يروح، فده شيء يطمئنوا اليه. وطلبه الصف الاول الثانوي برضه هيشوفوا التابلتس وهيشوفوا المحتوى وهيشوفوا شاشات تفاعليه في الفصول، كل ده يحصل في شهرين نوفمبر وديسمبر. والمدرس دخله هيكبر هيبقى افضل، علشان لما نقضي على الدروس الخصوصيه يبقى في دخل معقول للمدرس. ده احنا بنشتغل فيه بايدينا واسناننا وبحلول خارج الصندوق، وعملنا اتفاق مع شركه ديزا بتاعت الكروت الائتمانيه علشان نعمل كروت للمدرسين يحصلوا بيها على مزايا مقابل كفاءتهم في العمل. معالي الوزير طارق شوقي بشكرك من المانيا كل الشكر لسعة صدرك، وتيجي بالسلامه والوفد المرافق مع حضرتك. طبعا في مهازل يا جماعه، يعني انا طبعا